إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، دروس الفقه في كتاب المهذب على المذهب الشافعي. وهذا العلم كما قلنا علم عزيز في هذه الأونات وهذه العصور، علم الفقه عز على كثير من السلف، فكيف بالخلف؟ وهذا العلم كما قال ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم له، وأنفع العلوم هو علم الفقه. هذا أيضا نقول بعد علم الاعتقاد، أن هذه المسألة مسألة يعني ينبغي لطلب العلم ألا يسأل عنها، لأن أصل الأصول أن يكون قد أتقن باب الاعتقاد، لأنه لن ينجو إلا بذلك. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في ذلك، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم نصرة لهذا الدين ونشرا لسنة سيد المرسلين. قبل أن أبتدئ في الكتاب، أرجو من الإخوة يعني أن تحرص قدر الإمكان على التثبت، وأيضا يعني أن تجل أهل العلم قدر إمكانهم، قدر إمكانهم لا تتعدى على أهل العلم من السلف ولا من الخلف. بينا يوم السبت أن كثير من علمائنا قد وقع منهم أشياء تنكر وأنكرها كثير من علمائنا، لكن عندما يرجعون إلى العالم الذي وقع منه هذا الخطأ فإنهم يقولون في كل أحواله فهو مأجور، لأنه مجتهد وعنده آلة الاجتهاد. التعدي على أعراض العلماء لا سيما الذين إذا زلوا ووقعوا في الخطأ ثم قد أظهروا ذلك واعترفوا به وتراجعوا إلى حظيرة الحق، فهؤلاء لا يتعدى على أعراضهم. هذا هو الأول. تفضل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الذي يقتضي سجود السهو أمران، زيادة ونقصان. نعم. فأما الزيادة، هذه البداية صحيح. فأما الزيادة فضربان: قول وفعل. فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسيا أو يتكلم ناسيا فيسجد للسهو، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم مثنتين وكلم ذا اليدين وأتى صلاته وسجد سجدتين، وأن قرأ في غير موضع القراءة سجد لأنه قول في غير موضعه فصار كالسلام. وأما الفعل فضربان: ضرب لا يبطل عمده الصلاة، وضرب يبطل فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين فلا يسجد له، لأن عمده لا يؤثر فسهوه لا يقتضي السجود. وأما ما يبطل عمده فضربان: متحقق ومتوهم. فالمتحقق أن يسهو فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت، أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على وجه السهو فيسجد للسهو. جزاكم الله خير. ما زلنا مع سجود السهو، وما زلت أذكر لنفسي وللإخوة ضابط القاعدة في ذلك. أولا، سجود السهو هذا لا يمكن أن يأتي به المرء، لأنه عباد، لا يأتي به المرء إلا بتوقيف. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وأمر بالسجود للسهو، فصارت السنة فعلية وقولية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر كما في حديث ابن مسعود، فقام إلى الخامسة، ثم بعد ذلك لما أدرك بأنه قد سهى بأبي هو وأمي
سجد بعد السلام سجدتين. وأيضا في حديث عبد الله بن بحينة أن السلام قام من التشهد الأوسط وصلى ثم سجد قبل أن يسلم، وأمر أن يسلم من شك في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم صلى أربعا فليبني على ما استيقن يعني على الأقل، ويسجد سجدتين قبل السلام. كل ذلك ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في إطار سجود السهو. فعلمنا أن الجمع اجتماع الأدلة وهذا هو الأصل، إذ القاعدة عند العلماء هي إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. هذا طريقة الجمع بين الأحاديث، فطريقة الجمع بين الأحاديث هذه منها الغرض المقصود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قد بين مسألة السجود، ولذلك قلنا بأن الأصل قاعدة تجمع لنا الشتات الذي نفهمه من الأحاديث المتفرقة، هو قاف قاف دال دال وما بينهما أنت مخير. قاف قاف النقصان، إذن السلام قبل السلام، الزيادة دال دال، الزيادة بعد السلام، وما بينهما أنت مخير، لما دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في مسألة الشك أن يسجد قبل السلام، وورد من فعله أنه سجد بعد السلام أو أمر بالسجود بعد السلام، فعلمنا التخير. لكن قلنا الأولى يكون السجود قبل السلام لأنه متصل بالصلاة، فالأولى ألا يفصل بينهما بفاصل. ثم تكلمنا على التفريعات في ذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم أيضا تكملة لمسألة السهو حتى ننتهي منها الأسبوع القادم بإذن الله في الكلام على حكم السهو، هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب. وباب السهو باب واسع، وهو باب لتصح به الصلاة. يعني الأصل إذا سألت سؤالا لما أدرس باب السهو أقول لك لأن الخلل سيقع منك في الصلاة، وهذا الخلل لا يليق بك وأنت بين يدي الجبار سبحانه وجل في علاه، فعليك أن تسد هذا الخلل وتجبر هذا الكسر. وأجبر الكسر جاء برحمة الله وبجود الله وبكرم الله علينا، لأن شرعه الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمناه حتى نجبر هذا الكسر أو هذا الخلل في الصلاة. من سجود السهو يقول السجود السهو كما قال المصنف هو للزيادة أو للنقصان. سهو إما زيادة وإما نقصان، ممكن يكون بينهما شيء ولا زيادة ولا نقصان. هي المتوهمة التي ذكرها المصنف على أنها التوهم، لكنها إما زيادة وإما نقصان، يعني توهم زيادة أيضا أو توهم نسيان، لذلك ما أفرضناه. فيكون السهو للزيادة أو للنقصان. ضابط عندنا أصل أصيل يعلمه أن ضابط السهو على الأفعال، مدار السهو مدار السجود السهو على الأفعال لا على الأقوال. الأقوال نادر، مدار السهو على الأفعال، وأنت تنظر السهو هذه سجود زائد عن الصلاة، فإن كان سجود زائد عن الصلاة فلا بد ألا تتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي به بتوقيف، لأن هذا شرع وأنت لا تتعدى حدودك في مسألة الشرع. أنت عابد لله، إذن وأنت عابد بتصغي بما أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله جل في علاه لا يقبل إلا ما أحب، وما أحبه الله جل في علاه فقد أظهره لنبينا صلى الله عليه وسلم فجاء توقيفا. فلذلك نحن نقول بأن هذه المسألة دائرة على التوقيف. فنظرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث السهو وسجود السهو للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدناه إلا على الأعمال، وكان نادرا في الأقوال كما بحديث ذي اليدين جمع بين الأعمال وبين الأقوال. إذن الأصل أن سجود السهو على الأعمال، لذلك سترى أن كثير يعني في المذهب أقوال على أن الأقوال لا يوجد لها للسهو تركا أو فعل، لا يوجد لها للسهو كما سنبين. فنقول إذن الأعمال أو الأفعال دون الأقوال. الآن نبتدئ ونصدر الباب بالغالب، والغالب في الأعمال، فالسهو يكون زيادة أو نقصانا في الأقوال والأفعال، وهي على الغالب في الأفعال. والأفعال على ضربين، أفعال من جنس الصلاة وأفعال من غير جنس الصلاة، أفعال من جنس الصلاة وأفعال من غير جنس الصلاة. الأفعال التي من غير جنس الصلاة نبدأ بها لأن ما فيها سهو، مثل أن يلتفت الالتفات أو يأخذ بلحيته أو أو يضبط ثيابه أو يمشي أو يتحرك حركة في الصلاة، هذه ليست من جنس الصلاة. الالتفات ليس من جنس الصلاة، بل إن سلم بيّن أنه اختلاس من اختلاس الشيطان إن لم يكن فيه فائدة. وأيضا المشي في الصلاة نفس الأمر ليس من جنس الصلاة، ويعني الحركة الدائمة أو حركة متقطعة ليست من جنس الصلاة. فإن كانت إن كان الزيادة أو النقصان ليس من جنس الصلاة فلا سهو فيه، فلا سهو فيه. نرجع إلى التأصيل، لأن السهو زيادة سجود، وزيادة السجود عبادة، فإن كانت عبادة ترجع إلى التأصيل ألا وهو الأصل في العبادات التوقيف. يبقى إذن ننظر هنا الآن في الالتفات في الحركة، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو
فعلا أو قولا أو أمرا أو جاء الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أم لا لم نجد. وجدنا أن الإنسان مشى في الصلاة والتفت في الصلاة وتحرك في الصلاة ولم يسجد لذلك للسهو. وأيضا سنعضد ذلك بالنظر. أما الأدلة على ذلك كثيرة، أن الإنسان استأذنت عائشة رضي الله عنها أرضاها وكان الإنسان يصلي قبالة الباب، الباب في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يرد أنه سجد لذلك أو للسهو. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة وهو يصلي، فإذا قام حملها، وإذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، وإذا سجد وضعها، فكان بأبي هو أمي يفعل هذه الأفعال ولا يسجد لذلك سهوا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر حتى أنه انشغل يفكر في التبر الذي كان عنده من الصدقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد التفت في الصلاة، التفت للأعلام التي كانت في الخميصة، خميصة أبي جهل، لما التفت إلى الأعلام قال هذه ألهتني آنفا عن صلاة، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل. وأيضا هو في الصلاة قال لعائشة ألهتني قرامك هذه، أميطي عنا قرامك هذه، شغلتني آنفا عن الصلاة. فقد التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التفات، ومع ذلك لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. أو حديث ابن عمر أيضا حديث غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقارب والحيات في الصلاة، وأنت في الصلاة إذا يعني مرت عليك عقرب أن تقتلها وأنت في الصلاة، وهذه حركة. ولم يرد عن السلام لا قولا ولا فعلا ولا أمرا بالسجود لذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفع المرء أي أحد يريد المرور بين يدي المصلي، قال فادفعه فإن أبى فقاتله فإنه شيطان، ومع ذلك لم يأمر بالسجود. فكل هذه أفعال خارجة عن جنس الصلاة، أفعال خارجة عن جنس الصلاة. إذا ضرب الأفعال الأول هي أفعال ليست من جنس الصلاة، فلا سجود فيها، فلا سجود فيها. لما لا سجود فيها طنطا؟ لا مش طنطا، المنوفية الآن عشان أكون أنا أتيت بالمكان الصحيح. لما لا سجود فيها؟ أحسن، فنرجع إلى التقييد الأصلي وهو التوقيف. طالما لا دليل إذن لا يمكن أن نتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بسجود السهو. هذا الضرب الأول من الأفعال. الضرب الثاني من الأفعال هو الأفعال التي هي من جنس الصلاة. أفعال من جنس الصلاة كيا شطار، كإيه، كالصفير أو الصفيق، التصفيق، آسف، التصفيق والتسبيح. نعم، قال من رابه شيء فإيه فعليه بالتسبيح، إنما التصفيق لإيه؟ للنساء. فيبقى إذا من أفعال الصلاة التصفيق والتسبيح وأيضا الصفيق، فهذه من أفعال الصلاة. هذا الضرب له أحكام لابد أن نقف عندها، هذه الأحكام. طيب أنا معكم، انتهى الموضوع. التصفيق من أفعال الصلاة، خلينا بقى في الناس اللي هم ما أخذوش بالقاعدتين دول. التصفيق من أفعال الصلاة؟ لا. التصفير من أفعال الصلاة؟ طب إيش بقى من أفعال الصلاة يا شطار؟ الركوع، ممتازين، شايف؟ يبقى هنا الساكت لمس لها قول المفروض ما تاخدوش في القاعده دي في الدروس، الله يبارك فيكم. اذا نقول من جنس الصلاه ضرب اخر، افعال من جنس الصلاه كالركوع، كالسجود، كالقيام، صحيح ولا لا؟ ومن جنس القراءه، لانها من جنس افعال الصلاه او اقوال الصلاه. لكن افعال الصلاه ركوع، سجود، رفع، جلوس، هذا من جنس افعال الصلاه. ان كان من جنس افعال الصلاه ففيه السجود، ان كان من جنس افعال الصلاه ففيه السجود، لكنه على مرتبتين، زيادة أو نقصان. فإن كان من جنس أفعال الصلاة ففيه زيادة بركعة كاملة، أو زيادة بجزء من ركعة كقيام أو ركوع أو رفع أو جلوس زائد، فهي زيادة، يبقى زيادة بركعة كاملة أو زيادة بجزء ركعة، هذه الزيادة من جنس أفعال الصلاة. فإن كانت زيادة من جنس أفعال الصلاة ففيه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو فعل ذلك. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كما قال ابن مسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر 5 ركعات، ثم بعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم سجد سجدتين للسهو، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 5، فبعدما أدرك أنه قد نسي وزاد ركعة جبر ذلك وسجد للسهو بعد السلام. فهذه بالنسبة للزيادة. فقام زيد، إذا قلنا قام زيد يصلي فركع ثم رفع، فلما رفع قال أنا الآن قد كبرت للإحرام، نسي أنه كبر وقرأ وركع،
فقال أقرأ الفاتحة، زاد بقراءة الفاتحة، لكن هذه زيادة قول اللي أنا أبحث فيها الآن، فزاد بقراءة الفاتحة وأطال في القيام، فهذه زيادة أطال القيام، لأن قيام الرفع ليس كقيام الابتداء، فأطال في القيام ثم ركع مرة ثانية فزاد ركعة، فلما انتهى من الركعة الرابعة وهو في التشهد الأخير تذكر أنه زاد صلاة وقياما، أطال في القيام وركوعا، فقلنا له أنت الآن زدت في الصلاة ناسيا، فالصلاة بإذن الله صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زاد في الصلاة قولا وفعلا، ومع ذلك اعتد بالصلاة ولم يؤد هذه الصلاة، ولم يأمر أحدا بإعادة الصلاة، وسجد للسهو، ما عليك إلا أن تسجد للسهو، هذا بالنسبة للزيادة. وبالنسبة للنقصان نفس الأمر أيضا، أما بالنسبة للنقصان فنقول النقصان بالنسبة للأفعال لابد من حكم زائد، وهو لا يحكم بصحة الصلاة حتى يأتي بالنقص، لا يحكم بصحة الصلاة حتى يأتي بالنقص، يعني لو صلى الرجل وقرأ زيد قام فقرأ الفاتحة وقرأ السورة ثم سجد السجدة الأولى وفصل بين السجدين بجلوس، ثم سجد السجدة الثانية ثم قام للركعة الثانية، قلنا له لا، أنت الآن قد أنقصت ركوعا ورفعا، فعليك أن تأتي بالركوع وتأتي بالرفع، وبعد ما تنتهي من الصلاة كلية لا تحسب ما جئت به من الركعة الثانية، ارجع فأتي بالركوع ثم ارفع ثم أتي بالسجود مرة ثانية، لأن هذا السجود غير معتبر، لما بني على إيش؟ على ناقص، فقلنا له إذن ارفع اركع ثم ارفع ثم بعد ذلك أتي بالسجود ثم السجود الفاصل ثم السجود الثاني ثم أتم الصلاة، وإن أتممت الصلاة فعليك بعدها أن تسجد سجدتين للسهو. على المذهب كل السجود قبل السلام، كل السجود يكون قبل السلام، فإذا كان نقصانا قلنا الحكم الأول لا يحكم بصحة الصلاة حتى يتدارك، حتى يستدرك ما نقى ما أنقص من الصلاة، لأدلة كثيرة جدا، منها أدلة خاصة وأدلة عامة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا لو اخذنا صورة ذي اليدين يحتج بحديث ذي اليدين على النقصان وعلى الزيادة، وان غلبنا الزيادة في الحكم، لكن هو يؤخذ عليه بالنقصان وبالزيادة، لانه سلم من الركعتين فصورته صورة نقصان، لكنه زاد سلاما يحتج به على الصورتين فقد انقص، ولذلك قام السلام وتدارك الامر واتى بالركعتين التاليتين، اتى بالركعتين التاليتين، هذا من فعل المسلم. وعموما لنا نقول بان الذي سجد قبل ان يركع وقبل ان يرفع فقد اتى بصلاة ليست على هيئة الصلاة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي، اذا الحكم الاول في الناقص نقول له لا نحكم بصحة صلاتك حتى تدرك ما أنقصت فتأتي به أولا، فإذا أتى به فإن أتم صلاته فعليه سجود كما في المذهب أن يسجد قبل السلام، هذا بالنسبة للركوع، هذا بالنسبة للركوع أو بالسجود أو الرفع، أي بالنسبة للأركان. يبقى إذن النقصان قد نقول النقصان فيما هو من الأركان وفيما هو من السنن، وفيما هو من السنن، إذا قلنا النقصان من السنن فالسنن على مرتبتين، هذا كله في الأفعال لا في الأقوال، السنن على مرتبتين، سنن مقصودة لذاتها ولها محل مفروض لها، لها محل مقصود به ما مقصود به ومحل مفروض لها، وسنن جاءت تبعا ليس لها محل مفروض لها ولا هي مقصودة لذاتها. إذن السنن في ما زلنا في مسألة الأقوال والأفعال، ونحن الآن في الكلام على الأفعال في النسيان بالنسبة للزيادة والنقصان. قلنا السنن إما سنن تكون مقصودة لذاتها بعدما انتهينا من الأركان زيادة ونقصانا، وقلنا في الزيادة وفي النقصان لابد من السجود، ما الفرق بين الزيادة والنقصان مخرج؟ طيب احسنت، هذا الفارق، إذن لو واحد منتبه أنا أرتاح والنقصان يضره، يضره بأنه لا يحكم بصحة صلاته إلا واتفق، يبقى إذن اتفق وافترق في الزيادة والنقصان، اتفق في سجود السهو وافترق لأن زيادة لا تضر، لكن النقصان يضر إلا أن يأتي بما أنقص من صلاته، هذا بالنسبة للأركان. ثم نرجع إلى الضرب الثاني وهو السنن، قلنا والسنن هذه السنن سنن إما سنن مقصودة لذاتها لها محل مفروض لها، وسنن غير مقصودة لذاتها تكون تبعا، أما السنن المقصودة لذاتها كالتشهد الأوسط، كالتشهد الأوسط هذا هذه سنة مقصودة لذاتها، وعندنا في المذهب القنوت بعد صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية هذا مقصود لذاته لو محل مفروض له فهذا أيضا مقصود لذاته، فقالوا إذا نقول هذه سنة مقصودة لذاتها
فإن ترك السنة المقصودة لذاتها فعليه بالسجود أيضا، ينبغي له أن يسجد. وقلنا لما؟ لأن السجود جاء توقيفيا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة قام من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد، لم يجلس للتشهد ولم يتشهد، وبعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة سجد قبل أن يسلم. قالوا فانتظرنا سلاما السنة فوجدناه قد سجد سجدتين ثم سلم. فهنا هذه سنن مقصودة لذاتها. أما السنن الثانية يبقى إذن لو ترك الجلسة للتشهد أو ترك التشهد، جلس لكن ترك التشهد الأوسط، فقلنا له أتم صلاتك وتجبر هذا النقص في السنن بإيش؟ بالسجود، وهذا ليس بركن فلا نأمره أن يأتي به، فلا نأمره أن يأتي به. قالوا والمرتبة الثانية من السنن، السنن التي ليس لها محل مفروض، ليس لها محل مفروض له، ليست مقصودة لذاتها فتكون تبعا. وهذه السنن عندنا في المذهب اسمها الهيئات، لذلك قسموا الصلاة إلى أركان وسنن وهيئات. فالهيئات سنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته سنة تقريرية وسنة قولية وسنة فعلية، فالهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن قالوا الهيئة هي السنة التي أخف مرتبة من السنة الصريحة اللي هي المتأكدة التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها بحال. فقالوا هذه السنن التي تدعى أو تسمى عندنا الهيئات هي سنن تابعة ليس لها محل مفروض. مثال ذلك قراءة السورة بعد الفاتحة، هذه من الهيئات، من هيئة التابعة للقيام، لأن تابعة لركنين، لركن القيام وركن قراءة الفاتحة. قراءة السورة بعد الفاتحة هيئة تابعة لركن القيام وتابعة لركن الفاتحة. أيضا التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود، هذه أيضا هيئة تابعة لركن الركوع وركن السجود. هذه بالنسبة للهيئات. أيضا رفع اليدين، رفع اليدين للتكبير، ولا أقول للتكبير أقصد به كل تكبير، لا، رفع اليدين لتكبير الإحرام فقط، رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذه سنة تابعة لتكبيرة الإحرام، فهي هيئة من هيئاتها. ولم أقل أنها هيئة للتكبيرات، لأن التكبيرات ليست واجبات، هي سنن. ولذلك التكبيرات، تكبيرات الانتقال هي هيئات، تكبيرات الانتقال هي هيئات. وطبعا سيفيدك لما نخصص هذا أو نتكلم في التقسيم هذا لتعلم متى تسجد ومتى لا تسجد. يبقى إذن الركوع إذا بعدما انتهى من قراءة الفاتحة وقراءة السورة وركع ولم يكبر قلنا ترك، أحسنتم. وعند الرفع لم يقل سمع الله لمن حمده، ترك، أجيبه هيئة. عندما سجد لم يقل سبحان ربي الأعلى، ترك هيئة. عندما صلى الرباعية ترك التشهد الأوسط، ترك سنة، أحسنت. يبقى إذن عندنا في النواقص في الأفعال، الأفعال التي من جنس الصلاة، ما هي أركان وهذه الأركان زيادة أو نقصان، فالزيادة والنقصان يتفقان في سجود السهو ويفترقان بأن النقصان لابد أن يأتي بما أنقص من الصلاة. أما بالنسبة للسنن اللي هي الأفعال وأفعال من جنس الصلوات، ففيها سنن متأكدة لها محل مفروض لها مقصودة لذاتها وسنن غير مقصودة لذاتها. أما السنن المقصودة لذاتها فينبغي عليه سجود السهو، فينبغي عليه سجود السهو كما ترك التشهد الأوسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط في حديث عبد الله بن بحينة وسجد سجدتين للسهو. أما السنن الأخرى التي هي سنن هيئات فلا سجود سهو لها، فلا سجود سهو لها. يعني لو ترك رفع اليدين عند التكبير لا سجود سهو، لو ترك التكبير الانتقال الله أكبر ليركع لا سجود سهو، لو ترك التسبيح لا سجود سهو. هذا بالنسبة للسنن عندنا في المذهب. وهناك وجه في المذهب أنه لو ترك ذكرا من الأذكار أو ترك هيئة من الهيئات عليه السجود، وهذا الذي قاله أبو حنيفة. والشافعي كما قلنا له وجه في ذلك أنه يقول يسجد، والحق كل الحق أنها من ناحية الأثر لا يسجد، ومن ناحية النظر يسجد، فهي أقعد وأقيس بالسجود، وعند الأثر ليس فيها سجود. أما عند الأثر بحثنا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدنا أن السلام ترك هيئة فسجد له، وبحثنا عن صحابته الكرام لأن قول الصاحب أو فعل الصاحب يرتقي أن يكون حجة، فوجدنا أن الصاحب الجليل قد ترك هيئة من الهيئات ولم يجد لها للسهو. ورد في المصنف بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قام ليصلي العصر،
فصلى العصر وجهر في الصلاة، جهر في القراءة. والجهر أو الاستسرار لو تستسر في العشاء التي هي صلاة جهرية، هذه هيئة الجهرية والسرية، هذه هيئة من هيئة الصلاة، لأنها غير مقصودة لذاته. المقصود لذاته هو القراءة، أن يقرأ الفاتحة لأنها ركن من الصلاة. قرأها سرا قرأها جهرا فالصلاة صحيحة، لو تركها سرا أو جهرا تركها فالصلاة غير صحيحة. يبقى العلة المؤثرة هنا القراءة، سواء كانت جهرا أو سرا. فالجهر أو الاستسرار هي هيئة من الهيئات. أنس رضي الله عنه أرضاه صلى بالناس وجهر في الصلاة بالقراءة في صلاة العصر، فلم يعد ولم يسجد للسهو، والصحابة متوافرون مع أنس رضي الله عنه أرضاه ولم ينكر عليه أحد. فهذا فعل من الصاحب الجليل الذي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب أبا بكر وصاحب عمر رضي الله عنه وأرضاه وصاحب عثمان وعلي بن أبي طالب، وصلى خلف هؤلاء، ولما صلى فعل ذلك دلاء أنها ليست من السنة، دلاء أنها ليست من السنة. قالوا الأثر هنا يقول لا تجود، لكن الأقيس إذا نظرنا وجهة النظر الأقيس السجود. وأنا أسأل طلبة العلم، كيف يكون الأقيس السجود؟ شعبة ليك عشان تموت، لأنك شرطت ثانيتين، شرطت ولا ما شرطت؟ لا لا شرطت، سأبين لك وقت الشروط، وقت تضبيط النظار هذا أنت شرطت. ليش؟ أنت تعبت، أنت عمال تقصد نفسك، إيش حدث مع أنس والصحابة، إيش فعل معهم، وضيعت أصل المسألة. كيف يكون الأقيس السجود مع أن الأثر لا سجود؟ الأثر أثر أنس اللي أنت دايخ فيه. باشمهندس سامر وين؟ الأقيس، الأقعد والأقيس سجود السهو، مع أن قالوا الأثر، طبعا هذا الضابط عندنا، الضابط عندنا أن العبادات توقيفية، وأن سجود السهو زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة تبطل الصلاة، لكن هذه الزيادة لا تكون إلا توقيفية. لا وجه في التفريق بين السنن، لا في وجه. قالوا الوجه عندنا في التفريق أن السنن ترك التشاهد الأوسط وهو سنة وسجد له، الآن هو ترك التشاهد وسجد له، ففرق بينهما هنا الآن. لكن ابن الآن أنس ترك الاستسرار، فترك هيئة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر جهر أم استسر؟ إذا ترك أنس سنة ولا ما ترك؟ ترك سنة ولا ما ترك؟ ترك. إذا وجه التفريق في الشرع موجود ولا غير موجود؟ موجود. ترك سنة التشهد الأوسط وسجد له، ترك الاستسرار ولم يسجد له. قياسا، والأصل في القياس في العبادات لا قياس إلا بطريقة واحدة، أن تتحكم، أن تكون العلة متمكنة فيها. جيد، النووي قال ذلك، قال نحن نقول بأن السنن المتأكدات أو المؤكدات نقول فيها أن يسجد للسهو، يسجد فيها للسهو. فقال وهذا قياسا على التشهد الأوسط، فالتشهد الأوسط قد جاء، والسنن المؤكدة، فإذا التشهد الأوسط سنة مؤكدة فنقص عليها كل سنة مؤكدة. لا، ما قلت على الغالب على الأفعال، إذا أنت ما كنتش بتحد النظر معنا، قلنا الغالب على الأفعال، نادر على الأخوان. أنا أقول الآن، قلنا سجود السهو، سجود السهو أثرا في الهيئات. الآن احنا في وين؟ قالوا سجود السهو في الآيات ما في سجود سهو، عندنا في المذهب ما في سجود سهو. وورد وجه آخر في المذهب عن الشافعي، وأنا صراحة أرتاح له تقعيدا مش أثرا. قالوا كل ذكر تركه المرء وهو في الصلاة يسجد له. ما قال سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي العظيم إيش؟ هيئة. ما رفع يديه هيئة، فقد ترك هيئة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد للسهو. هذا وجه المذهب. قلت من ناحية الأثر والتوقيف الهيئات لا سجود له، لم يرد، مفهوم؟ وعضدت ذلك بفعل من؟ أنس، أنه ترك الاستسرار في صلاة العصر وجهر، ومع ذلك لأنه ترك هيئة هو الآن، صحيح ولا لا؟ قلت والأقيس والأقعد أن يسجد، فسألت لما كيف يكون الأقيس والأقعد السجود؟ لو أنا مخطئ خطئوني، الأقعد والأقيس أن يسجد لما؟ للمعنى الموجود في السجود. بحثنا ما الحكمة في سجود السهو، وجدنا جبران النقص. فالمعنى متحقق في الهيئات ولا غير متحقق؟ متحقق ولا غير متحقق؟ هذه الهيئة أتى بها رسول الله ولا لا؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني
ومن رام الكمال ماذا يفعل؟ يأتي بها على هيئة النبي سلم، فإن أخل فقد أنقص، وجبران النقص يكون إذن الأقيس والأقعد إيش؟ أن المعنى متحقق في السجود، أن من السجود السهو يكون جبران النقص، لكن لما كنا ندور مع الأثر فاهمين؟ إذن الأقيس والأقعد سجود السهو، وهذا وجه عند الشافعية، لترى أنه يعمل النظر، هذا فقه، فقه راقي، هو يعلم يقول ننظر الآن في المقاصد وننظر الآن في الحكم، حكمة سجود السهو إيش؟ جبران، لا سيما أن السلام قال ترغيما للشيطان حتى لا يكون ثمة خلل ولا نقص في الصلاة، ترغيما للشيطان، ترغيما لأنف الشيطان، فأنت الآن عندك نقص في الصلاة يسد ويجبره سجود السهو، فإذا تركت هيئة أو سنة قولا أو فعلا تسجد لتجبر النقص، لكن لما كنا نقول بأن هذه العبادة عبادة توقفية ووجدنا أن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم فعلوا ذلك وأنهم خالفوا الهيئة ولم يسجدوا، قلنا سكن تسلم، لو كنت متنطعا أو قل متفاهقا متفقها لقلت لابد أن نقول بالسجود حقا، لكن أنا أيضا قزم والقزم لا يعلو عند الجبال فلا يترفع، أنا أقول كما قال الإمام الشافعي سكن تسلم وكن مع التوقيف أفضل ومع الأثر، لما لم يرد قلنا لا تسجد، وإن كنت قلبي يميل ميلا عظيما لمسألة السجود لأن المعنى متحقق فيه، المعنى متحقق فيه ألا وهو جبران النقص. يبقى إذا تكلمنا عن سجود السهو في الأفعال وسجود السهو في الأفعال، أفعال من جنس الصلاة، أفعال من غير جنس الصلاة، ابتدأنا بغير جنس الصلاة وقلنا لا سهو فيها لأن العمد فيها لا يبطل الصلاة، وأما بالنسبة للأفعال التي هي من جنس الصلاة على ضربين إن كانت من جنس الصلاة فأركان أو سنن، والسنن على مرتبتين، سنة متأكدة مقصودة لذاتها لا محل مفروض، وسنة غير مقصودة التي هي هيئة من الهيئات. أرجع وألملم لك شمل ما قلته كله بأن الضابط في ذلك في سجود السهو ما كان فعله لو فعله تعمدا لبطلت الصلاة، ما كان من الأفعال لو فعله المرء لبطلت به الصلاة، فلو زاد ركعة عامدا بطلت الصلاة، لو زاد ركوعا بطلت الصلاة، لو زاد تشهدا بطلت الصلاة، ما لو كان فعله عمدا لبطلت الصلاة، فلذلك لما سهى وكان في نوع السهو شيء من التفريط جبره بإيش؟ جبره بسجود السهو، هذا بالنسبة للأفعال. أما بالنسبة للأقوال يعني أنا في صدر شيء، لأن المذهب المعتمد أن الأقوال لا سجود سهو فيها، فلكن هنا خالف، قال في الأقوال إما في الأقوال أن يكون أتى بما تبطل به الصلاة من الأقوال، أتى بما تبطل به الصلاة من الأقوال، إما أن يقولوا قالوا تركا أو فعلا، أما تركا ترك التشهد، ترك التشهد الأخير أو ترك السلام، فعليه إن كان التشهد الأخير، لأن التشهد الأخير هو الركن، إن تركه وجب عليه أن يأتي به ثم يسجد للسهو، وإن ترك القراءة قراءة الفاتحة عليه أن يأتي بها، لا يحكم بالصلاة إلا أن يأتي بها، فيأتي بها وأيضا يسجد للسهو، وإن كان هناك وجه أيضا لا يسجد، لأن الأدلة بأسرها لما أتت ما أتت إلا في الأفعال، ولنا مخرج بفضل الله أنه قد أتى دليل واضح في الأقوال ألا وهو سلام حديث من ذي اليدين. طب طالما أنت صدرت الباب وصدر أخوك الباب أسألكما معا، وين وجهة كيف يسجد لهذا؟ يعني لو ترك الفاتحة نقول له الآن صلاتك لا تصح إلا أن تأتي بالفاتحة وتأتي بسجود السهو، من وين أتينا؟ من وين أتينا بحكم سجود السهو؟ أنت تقول بدليل السلام، والفارق بينهما ظاهر. فاهم السؤال؟ مش فاهم السؤال. الآن قلنا بأنه في الأقوال انتهينا من الأفعال، بنبحث في سجود السهو، والسهو يكون في الأركان ويكون في السنن، خلاص انا بنتكلم الان انتهينا من الافعال، انتقلنا الى الاقوال، الاقوال فيها اركان وفيها سنن، صحيح ولا لا؟ من الاركان في الاقوال الفاتح، من الاركان في الاقوال التشهد، من الاركان في الاقوال السلام هذه، طيب من السنن التسبيح، من السنن التكبير، تكبير الانتقال، كل هذا من السنن، من السنن قراءة الفاتحة بعد قراءة السورة بعد الفاتحة، من السنن التشهد الايش الأوس، كل هذه سنن، صحيح؟ يبقى احنا انتقلنا للأقوال فيها أركان وفيها سنن، نقول إن كانت بزيادة أو بنقصان، بزيادة أو بنقصان، ابتدأنا بالنقصان، لو ترك ركنا من الأركان كترك الفاتح أو ترك التشهد قلنا يسجد،
قلت ما الدليل؟ تبرع الأخ الكريم بحديث ذي اليدين، لأن قلت نادر أن ترد ذلك وتبرع الأخ الكريم بذي اليدين، فسألناه فلم يجب. نسأل الثاني، وين الوجهة؟ كيف يتجه لك أن تستدل بهذا الحديث حديث ذي اليدين على أنه لو ترك الفاتحة يأتي بالفاتحة ويسلم؟ أما يأتي بالفاتحة فالأمر ظاهر، لأنه لا تصح صلاته إلا أن يأتي بالركن. انتهى الموضوع، لكن احنا نتكلم الان هو زاد سلاما صحرا قولا فسجد للسهو، نحن نقول الان هو ترك، صحيح ولا لا؟ فكيف نستدل بزاد على الترك؟ هذا الذي لم يفهمه عندما بينت له ان هناك فارق بين حديث السلام وبين ترك الفاتحة. مفيش، اريح دماغي وامشي على طول. اقول الاستدلال بهذا الحديث، الاستدلال بهذا الحديث كيف يستدل بهذا الحديث؟ بجامع الخلل، بجامع الخلل، إذ الخلل في الصلاة يكون إما بزيادة أو بنقصان. إذا الجامع واحد، والاستملة واحدة ولا لا؟ القاعدة واحدة ولا لا؟ هي قاعدة الخلل، بجامع الخلل قسنا الترك قسنا النقصان على الزيادة بجامع بينهما ألا وهو الخلل، لأنه لو زاد سلاما أخل بالهيئة التي أتى بها من سلم ولا ما أخل؟ أخل. لو أنقص الفاتحة أخل بالهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أجيبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذا نقول ترك الفاتحة عليه أن يأتي بها لأنه قد أخل بالهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الأثري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة سلاما، والزيادة في الصلاة زيادة غير مشروعة، إذا هو خلل في الصلاة والنقصان أيضا خلل، فجامع الخلل يجعلنا نلحق الزيادة بالنقصان. فهمت يا باشمهندس حسام؟ طب ائتي بما عندك، سيبك مني أنا، هات مركز يعني. رجل الآن ترك الفاتحة، قلنا له تأتي بالفاتحة لأن الصلاة لا تصح إلا بذلك، لأنه لابد أن يأتي بالأركان والهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ويسجد، لما يسجد؟ ووجه الدلالة، أحسنت، لأن الخلل يكون بزيادة ويكون بنقصان، فجامع الخلل هو الذي جعلنا نلحق النقصان بإيش؟ بالزيادة، مفهوم؟ هذا بالنسبة للنقصان، أما بالنسبة للزيادة فلا نحتاج إلى تدليل، لأن الدليل معنا ظاهر بأن السلام زاد سلاما، ف بعد ذلك سجد للسهو. فمن زاد قراءة للفاتحة مثلا أو زاد التشهد مرتين مثلا فإننا نقول له هذه الزيادة عليك أن تسجد لها سجود السهو. هذه بالنسبة للأقوال. وقال بعض العلماء إذا قرأ القرآن في الركوع أو في السجود أو عندما رفع، قال سمع لمن حمد فقرأ القرآن، يعني قرأ القرآن في غير موضعه، وموضع القراءة القيام فقط، إما مع الفاتحة وإما بعد الفاتحة، فإذا قرأ في الركوع أو قرأ في السجود فهل يسجد للسهو أم لا؟ هنا مسألة عويصة جدا، مشكلة في المذهب. لما؟ لأن المذهب عندهم الآن أن حتى الأقوال إذا كان القول لو عمله أو أتى به المكلف زيادة على الصلاة أو نقصانا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، فهذا الذي فيه السجود السهو، اما ان كانت لا تبطل الصلاة فلا تجوز السهو. هذا التأصيل في المذهب، تأصيل في المذهب، ينظرون في الاقوال كما ينظرون في الافعال، يقولون ضابط القول الذي له السجود ان كان جاء به المكلف المصلي، لو اتى به عامدا لبطلت الصلاة او تركه عامدا لبطلت الصلاة، مفهوم؟ هذه، فلذلك الفاتحة وغير الفاتحة يدخل فيها ذلك. اما القراءة في الركوع والقراءة في السجود عندنا في المذهب أنه لو أتى بها لا تبطل الصلاة، لو أتى بها لا تبطل الصلاة مع وجود النهي عنها، لأن السلام قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا ولا ساجدا، فقالوا النهي موجود لكن الصلاة لا تبطل. يعني لو قرأ الرجل قل هو الله أحد وهو راكع، لو قرأ قل يا أيها الكافرون وهو ساجد، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وهم يضبطون الضابط في سجود السهو بإيش؟ ببطلان الصلاة، أن لو أتى به تبطل الصلاة، الضابط عندنا كما في الأقوال كما في الأفعال في الأقوال. قالوا الضابط عندنا في السجود أن لو أتى به زيادة لبطلت الصلاة أو عامدا طبعا، ولو أنقصها عامدا أيضا لبطلت الصلاة، يعني التشهد لو أنقصها عامدا فالصلاة باطلة. هم قالوا لو زيادة أو نقصان بطلت الصلاة. هنا نقول له إن كان فعل ذلك نقصانا أو زيادة سهوا يسجد للسهو،
والفرق بين النقصان والزيادة أن لابد أن يأتي بالنقصان، لابد أن يتدارك هذا الأمر. طيب هذا الذي قال ضبطه العلماء. وقراءة القرآن في الركوع منهي عنها، لكن عندهم لا تبطل الصلاة بالقراءة، يقولون قد أتى بمكروه ولكن لا تبطل الصلاة بها، لا تبطل الصلاة بها. وهذا كلام الأئمة أيضا، قالوا لا تبطل الصلاة بالقراءة في الركوع ولا في السجود. فقلنا لهم لا تبطل الصلاة، وقد قلتم ينبغي أن يسجد للسهو. فلذلك المعتمد في المذهب أنه إذا قرأ قل هو الله أحد وهو راكع بعد الصلاة عليه أن يسجد، ينبغي عليه أن يسجد سجدتين للسهو. وفي رواية أخرى أو وجه آخر، هم بعض العلماء قال هما قولان، والصحيح أنه قال وجه آخر ألا يسجد، وجه آخر ألا يسجد. لما تبتسم أنت؟ أنت في المؤخرة تسمعني؟ لا مش أنت، الذي وراءك. آه نعم. لما تبتسم؟ أنا أقول لك لما تسمع. طب أنت تفهم ما سمعته؟ عويص عويص على هؤلاء. أنا أعرف لما تبتسم، أنا سأبتسم مثلك لو أنا في وضعك، سأبتسم جدا. لكن أهو مسألة، نسأل أن ربنا يصبرنا جميعا على الطرف. أقول الشافعية يقاعدون بأن ضابط القول الذي يسجد له المرء إذا أتى به تبطل الصلاة أو أنقصه تبطل الصلاة. القراءة عندهم لا تبطل الصلاة إذا أتى بها لا تبطل. ومع ذلك عندنا قولان في المذهب، القول الأول أو وجهان في المذهب. قالوا الوجه الأول يسجد للسهو، والوجه الثاني، أما الوجه الأول قالوا هذا مستثنى من القاعدة العامة، قالوا هذا مستثنى من القاعدة العامة أنه لو قرأ يسجد. قلنا ولما الاستثناء؟ بحثنا ونقبنا وجهة نظر العلماء الذين قالوا بالسجود، قالوا لأنه أشبه ما يكون بإيش؟ أشبه ما يكون بالركن، أشبه ما يكون بالركنية كالفاتحة. لو ترك الفاتحة أو أتى بالفاتحة في مكان آخر فإنه لو زادها أو أنقصها الصلاة تبطل. فقالوا هنا عندنا النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع أو في السجود، والقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة، نهيت عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا. فقد أتى المرء الذي قرأ القرآن ارتكب النهي، ومطلق النهي عندنا يقتضي الفساد. فقالوا لا، هنا لتمكين الشبه بأن ممكن أن تبطل الصلاة لو قعدنا هذه القاعدة وطبقناها، لذلك قلنا نجبر ذلك بالسجود لأن الخلل موجود فنجبر ذلك بالسجود. هذا وجهة نظر من قال بالسجود وجعلها مستثناة من القاعدة العامة. أما الثانية فأنا أرتاح للثانية بأنه لا يسجد لذلك. لما؟ لأنها لا تبطل الصلاة. طالما قلت المذهب أن من قرأ القرآن راكعا لا تبطل الصلاة، لا تخالف التقعيد الذي قعدته، فلا تسجد للسهو. هذا بالنسبة للأقوال، هذا بالنسبة للأقوال. هذه المسألة التي قد تكلم عنها العلماء في ضابط سجود السهو. ألخص المسألة مرة ثانية، ضابط سجود السهو أولا، الضابط هو ما كان كل فعل، كان كلام على الأفعال أو الأقوال، ما كان كل فعل أو قول أتى به المرء عمدا أو أنقصه عمدا تبطل به الصلاة. فإذا أتى به سهوا فإن أو أنقصه سهوا نقول ينبغي لك أن تسجد للسهو. وقلنا الأفعال على ضربين، فعل يختص من جنس الصلاة وهذا لا سهو فيه لأن العمد لا يبطل الصلاة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحمل أمامه كما بينا ذلك. والضرب الثاني أفعال من جنس الصلاة وهي على قسمين، القسم الأول أركان والقسم الثاني سنن. والأركان لابد إن كانت نقصانا لابد أن يأتي بها، لابد أن يأتي بها أولا ثم يجبر ذلك بسجود السهو، وإن كانت زيادة ما يأتي إلا بسجود السهو. هذا المرتبة الأولى، القسم الأول. القسم الثاني السنن، والسنن على مرتبتين. المرتبة الأولى سنن مؤكدة، سنن مقصودة لذاتها لها محل مفروض نصف التشهد الأوسط، قلنا هذا ينبغي له أن يسجد. والثاني المرتبة الثانية الهيئات، وقالوا الهيئات لا سجود لا سجود السهو لها أثرا، أما الأقعد والأقيس يكون لها سجود، لكن الخلاصة أنها لها سجود. لا ليتني وجدت أحدا يلخص هذا التلخيص أو يقاعده أو يعني يعطيني ذلك وأنا أدرس مثل هذا. أنا لا أمدح والله على التقعيد هذا ولا التقصير، لكن أقول هذه أنتم أخذتم علوم لو قرأتم سنة كاملة في هذا الباب في الكتب ما عرفتم هذه المسائل ولا بهذه الطريقة بحلم الأحوال. ليتكم حفظتم ذلك أو علمتم هذا. علمتم هذا؟ ننتقل، أقول ننتقل إلى الفرع الثاني الذي أتى به ألا هو مرتبط بالسهو. طب رجل سهو وعلمنا من الأقوال والأفعال كيف أن يأتي بالنقصان يستدرك ذلك ثم يسجد للسهو أو زيادة يسجد للسهو. قلنا لو رجل سهو
في شيء فقلنا له عليك بسجود السهو، ينبغي لك أن تسجد سهوا استحبابا لا وجوبا كما سنبين. رجل فعل الزيادة هذا عمدا أو تركها عمدا، مثال ذلك رجل ترك رفع اليدين الهيئات، لا دعك من الهيئات حتى نتكلم عن السنة الذي قلنا بقولا واحدا أنه يأتي بالسجود، ترك التشهد الأوسط عمدا، ترك التسبيح عند القول الثاني الذي يقول بأن كل الأذكار تسجد لها السهو، تركها عمدا، هل يسجد للسهو أم لا؟ فهمتم هذا الفرع؟ إذا فرعوا على سجود السهو قالوا قلنا هو سجود لإيش؟ طب لو ترك ذلك عمدا هل يسجد ولا ماذا؟ شو المدينة هذا فقه، بس أنت أحسنت جزاك الله خير. لا ما نقول ترك عمدا الركن سنن، فهم؟ سنن المقصودة ذلك التشهد الأوسط، هو عند الحنابلة تبطل الصلاة لكن هي الحق أنها تبطل الصلاة، فقالوا لو تركها عمدا هل يسجد للسهو أم لا؟ أصول عند الشافعية من ذهب خذوها واحفروها، أصل عند الشافعية هو يسجد، قالوا يسجد، وهذا أصل عند الشافعية يجريه في كثير من المسائل، ألا وهي قالوا إن وجدنا الشرع قد أمر المكلف في السهو أن يجبره فمن باب أولى الجبر أن يكون في العمد، قالوا وجدنا الشرع قد أمر المكلف وهو قد رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو، فهو معذور أمام ربي، عندما كان معذورا أمرنا الشرع أمره أن يجبر هذا النقص، فمن باب أولى إن كان عامدا، فقالوا إذا قام من التشهد الأوسط عامدا صلاته صحيحة لكن ينبغي عليه أن يأتي بالسجود، هذا القول المعتمد في المذهب، والقول الثاني في المذهب وهو قول أبي حنيفة أنه لا يسجد، القول الثاني في المذهب أنه لا يسجد، وأبو حنيفة يقول بأن السجود سمي سجود سهو وهذا عمد، إذن ليس محلا له، ليس محلا له أن يسجد للسهو، وهذا التأصيل الذي نقول به تأصيل الشافعية أجروه في كثير من الأحكام حتى تعرف الفائدة العظيمة. أيضا الشافعية خالفوا الجماهير في هذا الباب، الشافعية خالفوا الجماهير في أن من تعمد ترك سنة مقصودة يسجد لها للسهو، وإن كان السجود مسمى للسهو قالوا هذا من باب القياس الجلي، إن كان الجبران عند العذر فعند التعمد والتفريط يكون الجبران من باب أولى، وأجر هذه القاعدة في جميع الأحكام منها اليمين الغموس، إذا أقسم المرء على شيء وهو يعلم يقينا أنه كذاب فيه كاذب فيه، فقالوا اليمين الغموس الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا اليمين الغموس لا كفارة له، لا كفارة له إلا التوبة، لأن الكفارة على الحنس فقط وهو كاذب في ذلك، حلف كاذبا فلا كفارة ولا دليل على الكفارة، أما الشافعية فقالوا الدليل على الكفارة دليل كفارة الحنس، قالوا من باب القياس الأول القياس الجلي، قالوا لما كان معذورا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الكل فاهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على شيء فرأيت غيرها خيرا منها أتيت التي هي وإيش، يبقى مثلا تقول زيد قال لا أقبل امرأتي والله لا أقبل امرأتي، فدخل فوجدها جميلة فأيهما أفضل له يقبلها، من ده بالتصريح يقبلها وكفى، أنت شفت يا شيخ خلاص يعني أي نعم، إذا دخل فيقبلها ويكف، لأن الخير هنا أن إيش، أن يتودد لامرأته بذلك، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرأيت غيرها خيرا منها أتيت التي هو خير ثم كفرت، أو قال كفرت عن يمين، فهمتم هذا بالنسبة للحنس، قالوا هذا عند العذر معذور وهو فعل ذلك أنه أتى بالخير، فعند العذر أمام الرب جل في علاه أمرناه بالكفارة، فمن باب أولى إن كان مفرطا، من باب أولى إن كان مفرطا أن نأمره بإيش بالكفارة، هذا التقييد والتأصيل عند الشافعي، هذا التقييد والتأصيل عند الشافعي، فلذلك قالوا لو ترك السنن المقصودة لذاتها عمدا قام من التشهد الأوسط عمدا قلنا اجبر ذلك بالسجود من باب أولى خلافا للجماهير، وهذا عند الشافعي. يبقى لنا مسألتان، المسألة الثانية إذا سهى المرء أو شك في السهو، سهى في السهو هذا اسمه سهو في السهو، شك في السهو، وبالتمثيل رجل شك زاد الخامسة أم لا، فهذا شك في إيش، في السهو، فلا شيء عليه، أول شيء لا شيء عليه والأصل عدم الزيادة، شك وهو يصلي الظهر، زيد قام يصلي الظهر فشك أتى بالخامسة أم لا، وهو في التشهد قال هذا التشهد الخامسة أم هو للرابعة، قلنا الأصل أنه للرابعة، والسهو هذا لا تسجد له، السهو هذا لا تسجد له، لما مسهو فيه
لأن هذا السهو مسهوم فيه، مش مفهوم، ممتاز، أحسن الله عليك. رجل قلت زيد قام يصلي العصر، وهو يصلي العصر بعدما أتى بالركعة الرابعة وفي التشهد قبل أن يسلم قال هذه الخامسة أم الرابعة، شك هذا ولا لا؟ فعلا، وشك في إيه؟ في السهو، لأنه كأنه يقول تهوت فأتيت بالخ... وشك أنه قد سهى في هذا السهو، يبقى هذا سهو مسهو فيه. فاهمين الكلام؟ الحمد لله. إذن القاعدة عندنا السهو المسهو فيه لا يزد له، السهو المسهو فيه لا يزد له. لما؟ لأنه لا شيء، لأنه لا شيء. إذ الأصل عدم الخامسة، الأصل إيش؟ الرابعة. من الطرائف، حتى نروح عن القلوب، من الطرائف أن الكسائي عالم اللغة جلس مع محمد بن الحسن. محمد بن الحسن مين؟ محمد بن الحسن الكرخي، اللي هو إيش؟ اللي هو في العصور المتأخرة، صح؟ محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ البارع لأبي حنيف، جلس أمام هارون الرشيد. طبعا محمد بن الحسن كان فحل ومقرب من هارون الرشيد، كان فحل الفقهاء، فكان يعني العلم يترفع به. فالكسائي يعني أراد أن يبين حتى ولو كان علم اللغة ومتقن في علم اللغة، فقال له ما من علم، العلم كله جنس واحد، يمكن نستدل على الفقه باللغة. يعني فاهم كيف؟ يعني يريد يقلل بقى المسألة، أنت بتحسب أن أنت فحل الفحول وقاضي القضاء، لا، إحنا حتى في اللغة نستدل على الفقه باللغة. قال العلم جنس واحد يستدل به بكل طرف منه، يعني بكل قسم من العلوم بالقسم الآخر. كيف ذلك؟ قال له محمد بن الحسن منكرا، وكيف ذلك؟ نختبرك الآن. فقال له رجل تهى في سهو في الصلاة، أو قال رجل شك بنفس الصورة التي قلناها، تهى في سهو في الصلاة، ماذا يفعل؟ قال لا سهو عليه، شك في السهو، تهى في السهو، سهو مسهو فيه. قال رجل تهى أنه قد تهى في الصلاة، ماذا عليه؟ قال لا سهو عليه، ما في سهو عليه. قال من أين أتيت من لغتك هذه اللي أنت متقن فيها بهذا الحل؟ وحل صحيح، إجابة صحيح، احنا قلنا الآن قعدنا السهو المسهو فيه إيش؟ لا سهو له. فقال من أين أتيت بهذا؟ فقال العرب تقول المصغر لا يصغر. يعني لو قلت رجل تصغيره رجيل، لو قلنا صغر المصغر يقولون لا يصغر المصغر، يبقى إذن السهو المسهو فيه لا سهو له، مفهوم؟ قال المصغر لا يصغر، إذن السهو المسهو فيه لا سهو، لا شيء، يعني لا يسجد للسهو. الغرض المقصود هذه مسألة العلماء يلغزون بها ويبينون أنه يمكن أن يحتج من علم إلى علم آخر، وهذا الكلام ليس على إطلاق، هذا الكلام ليس على إطلاق، لكن الحق كل الحق أن المسألة فيها ما فيها من الارتباط. الأخير أو المسألة قبل الأخيرة، إن صبرتم على المسألة الأخيرة، وهي سهو الخلف الإمام، وأنا سأرجئها لأن أنا عارف أن العقول الآن انتهى الموضوع. السهو المسألة الأخيرة هو أن سهى المرء في أكثر من حال أو في أكثر من موضع من الصلاة، سهى وهو يقرأ الفتح فلم يقرأ السورة التي بعدها، إذا قلنا بالسجود فيها سهى في التسبيح، سهى في رفع اليدين، سهى في التشهد الأوسط، سهى في أكثر من موضع. فالمذهب أن كل هذا السهو يجبره سجود واحد، كل هذا السهو، إذن هو سهو متنوع، سهى في هيئة وسهى سنة مؤكدة، قل وسهى في فرض أيضا، سهى في ركن بأن يجلس التشهد قام ثم جلس، سهى في ركن، فهو سهى في ركن وسهى في سنة مؤكدة وسهى في هيئة. فهل يسجد لكل واحدة سجود؟ فيسجد للركن سجود سهو، ثم يسجد مرة أخرى للاختلاف للسنة سجود سهو، ويسجد للهيئة سجود سهو. العلماء قالوا في المذهب تأصيلا قولا واحدا كل هذا السجود ليس له إلا سجود واحد. وقال الأوزاعي قال ننظر في السهو، إن كان يتداخل جعلناه سهوا واحدا وسجودا واحدا، وإن كان لا يتداخل جعلناه أكثر من سهو وسجدنا له أكثر من سجود. فسروا. الأوزاعي قال ننظر في السهو، إن كان يتداخل جعلناه سجودا واحدا ولو كثر، وإن كان لا يتداخل جعلنا لكل سهو سجود. فسروا. هات عبود. يتداخل يعني إيش؟ من جنس واحد، ترك تسبيح ورفع يدين وقراءة بعده الفاتحة، كل هذا هيئة، كل هذا هيئة. ترك التشهد الأوسط والجلوس للتشهد الأوسط، هذا أيضا إيش؟ سنة مؤكدة. ترك الجلوس سنة مؤكدة، وترك التشهد سنة مؤكدة، يتداخلان ولا لا يتداخلان؟ فقال إن كان يتداخل ترك هيئة كرفع اليدين كالتسبيح كالقراءة بعد الفاتحة سجود واحد فقط يجبره.
ولو كان السهو لا يتداخل ترك الرفع رفع اليدين في التكبير وترك تكبير الانتقال وترك التسبيح وترك الجلوس للتشهد وترك التشهد وترك الفاتحة ثم تداركها يبقى إذا هذا لا يتداخل يبقى نقول له عند الهيئات عليك سجود للهيئات يسجد سجدتين وعند الأركان عليك وعند السنن المؤكدة عليك سجود تسجد له تجبره وعند الأركان عليك سجود هذا عند عدم التداخل مفهوم؟ مفهوم؟ هذا قول الأوزاعي والصحيح الراجح هو المذهب وأنه لا سجود عليه إلا سجود واحد فقط لما للأثر والنظر أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى مرتين سهى فسلم من الركعتين وسهى وتكلم مع ذي اليدين فهذا يعتبر سهوى نعتبره سهوين وسجد له سجودا واحدا وأيضا من ناحية النظر فإن السجود قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة ليجبر كل ما مضى السجود جعل في آخر الصلاة ليجبر كل ما مضى فإن سهى أكثر من في أكثر من موضع لا يجبره إلا سجود واحد ولا يكثر سجود السهو يبقى لنا مسألة السهو خلف الإمام إن كان المأموم قد سهى فهل يكفيه الإمام أم لا وأيضا المسألة الثانية إن كان الإمام قد سهى هل على المأموم إن لم يسجد الإمام لهذا السهو أن يقوم ويأتي بسجود السهو أم لا هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم لا ننتقل